تحت نخيل عجوة المدينة وفي مزرعة المربد السياحية، بدأ الشاب مروان المرواني بتحويل تمر العجوة إلى منتجات متعددة بطريقة مبتكرة للاستفادة من بيئة المدينة الزراعية. اليوم احنا بدينا في العجوة بفضل من الله في مرحلة انه العجوة من آلاف السنين تؤكل بشكل مباشر. ما في صناعة تحويلية من العجوة ابتكارية، أفكار جديدة، خصوصا اليوم خلينا نكون واقعيين، الجيل الحالي التمر أبعد عنه بشكل كبير. حاولنا نقول لهم نبغى نغير لكم مفهوم التمر بشكل عام والعجوة بشكل خاص. بدينا في فكرة آيس كريم العجوة في البدايات في المرحلة الأولى. طورنا في آيس كريم العجوة وكنا أول من ابتكر آيس كريم عجوة إبداعي بدون سكر بدون مواد حافظة، وفضل الله نال إعجاب واستحسان زوار المسجد النبوي، خصوصا فرعنا الأول جنب المسجد النبوي. ثم انطلقنا في المرحلة التالية للتوسع بقية المنتجات. احنا عندنا معملين أو مختبرين بفضل الله في الرياض وفي الأحساء لتطوير منتجات التمور. معنا ما شاء الله تبارك الله فريق قوي جدا في كل مجالات التمور. طورنا تقريبا 28 منتج من التمور بشكل عام ومن العجوة بشكل خاص. اليوم احنا في المدينة المنورة ومن تحت نخيل العجوة نرسل رسالة للعالم، نحن قادمون بمنتج وطني سوف يصدر للعالم بمشيئة الله قريبا. اليوم احنا سوينا أول كفي في العالم بالكامل من التمور، يعني كل شيء موجود في هذا الكفي من التمرة، سواء من القهوة، سوينا قهوة الأمريكية بإيحاء التمر، سوينا قهوة نوى العجوة، سوينا بقية المنتجات اللي تدخل الكافيهات كمنافسين، ولكن بالتمر 90% من منتجاتنا لا تحتوي على السكر. وهذه رسالة قوية جدا إنه إحنا نقدر نبدع كأبناء لهذا الوطن المعطاء، وبإذن الله نحن قادمون بقوة لنجاح سعودي عالمي بمشيئة الله قريبا. يقدم مروان كافة منتجاته لضيوفه من تمر العجوة ومن تمور المدينة المتنوعة والتي اشتهرت بها منذ آلاف السنين. اليوم مروان المرواني جعل من العجوة ومن نخيل العجوة منتجات للأكل، من ضمن هذه المنتجات الحيسة، وأيضا جعل منها أيضا الآيس كريم والمشروبات والقهوة. كل هذه المنتجات اللي قدامكم تشوفونها كلها من عجوة المدينة وأيضا من تمور المدينة المنورة. طبعا هذا المكان الجميل أصبح يعني وجهة لكل من يزور المدينة المنورة وأيضا من أهالي المدينة المنورة. لاقت فكرة منتجات العجوة إعجاب أهالي المدينة وزوارها، والتي جعلت من العجوة مذاقا رائعا ومميزا وتجربة فريدة من نوعها بالمنطقة. لقناة السعودية سعد السناني، المدينة المنورة.